مشاهدي ليبيا لكل الأحرار، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ستون وتتابعونا فيها. بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا تؤكد وجود بوادر طيبة للتقدم نحو حوار فعلي خلال أيام. اتساع رقعة التوترات الأمنية وإعادة بسط الأمن في البلاد أصبح هاجسا محليا ودوليا. استمرار الأزمة الإنسانية في بنغازي والإحصائيات المحلية والدولية تؤكد ارتفاع عدد القتلى والجرحى والنازحين منذ أكتوبر الماضي. أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجود بوادر طيبة للتقدم نحو إيجاد حل للأزمة في ليبيا، وذلك من خلال عقد جلسة الحوار السياسي داخل الأراضي الليبية في الأيام القادمة. فما هي الملفات التي سيجري التباحث حولها في الجلسة القادمة؟ وما المطلوب من الأطراف لإنجاح الحوار؟ معنا لمناقشة هذا الموضوع عبر الهاتف من طرابلس عضو لجنة الحوار بالمؤتمر الوطني العام سيد محمد معزب، عبر الهاتف من مدينة طبرق النائب عن مدينة بنغازي أبو بكر بعيرة، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الباحث القانوني والسياسي محمود إسماعيل. أهلا بكم جميعا. قبل البدء في النقاش نتابع هذا التقرير. أكدت لجنة الحوار بالمؤتمر الوطني العام أنها توصلت مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتفاق يتضمن تحديد مكان وزمان انعقاد الجلسة القادمة من الحوار وتكليف 4 ممثلين. وقال الناطق باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن جلسة الحوار يتوقع انطلاقها نهاية الأسبوع الجاري داخل الأراضي الليبية. توصلنا إلى اتفاق حول بنود الحوار، حيث سنبدأ في تشكيل حكومة وفاق وطني، أو سوف تكون موضوع حكومة الوفاق الوطني هي البند الأساسي الذي سنبدأ به. نحن أعلننا للسيد ليون أننا على استعداد إلى الدخول في الحوار مباشرة حتى مع نهاية هذا حتى مع نهاية هذا الأسبوع. من جانبه قال النائب عن مدينة غات صالح هما إنه جرى الاتفاق في مشاورات جنيف 2 على تشكيل حكومة وفاق وطني قصد إخراج البلاد من أزمتها. ملامح الحكومة، أولا الحكومة تحتاج إلى دعم دولي من الناحية الأمنية. لا نستطيع أن نقوم بإخراج حكومة في العاصمة الليبية مثلا طرابلس، والحكومة نريدها لا تتعرض للابتزاز ولا للتهديد ولا للخطف. فيما اعتبر المحلل السياسي أشرف الشح أن الأزمة الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد تقتضي ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية. اليوم من الواجب أن نبني الثقة بتشكيل حكومة وفاق، وكيف تشكل حكومة الوفاق؟ تشكل بالاختيار التناوبي لكافة الطرفين، أي أن كل طرف يرشح مجموعة من الشخصيات الوطنية يختار منها الطرف الآخر، بالتالي يمكن بناء ثقة بين الطرفين بحكومة تمثل كل الدولة الليبية. عودة الأطراف إلى طاولة الحوار في ليبيا يعطي مؤشرات إيجابية، فهل هي خطوة نحو الحل؟ لمناقشة هذا المحور أبدأ معك سيد معزب. الناطق باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان قال في وقت سابق إن جلسة الحوار يتوقع انطلاقها نهاية الأسبوع الجاري، هل عقدت الجلسة بالفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. لا، هو لم تبدأ بعد. طبعا نحن في اللقاء اللي تم مع ليون كان مؤمل أن تنطلق في فترة قريبة جدا، كان المفروض في نهاية في هذا الأسبوع يعني، ولكن للأسف الشديد يبدو أن حدث تأجيل من طرفهم. من طرف من تحديدا؟ يعني من طرف البحث. نحن بالنسبة لنا لما طرح علينا مسألة المكان، يعني طرحنا من جهتنا أننا مستعدون لأي مكان في ليبيا، وبالتالي مسألة المكان يعني انتهت. يعني ما دام تبدأ المفاوضات داخل ليبيا فليس لدينا أي تحفظ من هذه الناحية. أصبحت المسألة مثل الزمان، طبعا الزمان هو في أيديهم لأنه يتعلق بالتجهيزات ويتعلق بالترتيبات الأمنية، فيبدو أنهم غير جاهزون، ولكن نتوقع أن نحصل على إجابة خلال الأيام القليلة القادمة، وربما ينطلق في نهاية هذا الأسبوع. طيب سيد بعيرة، يعني كيف هي أصداء الحوار المرتقب بين النواب؟
إن أمكن فقط الاستماع إليه من قبل سماعة الهاتف من فضلك. أحييك وأحيي المشاهدين الكرام. أهلا بك. نعم نعم، هذه الجولة من الحوار كما يتم الحديث عنها الآن تواجهها صعوبتان رئيسيتان. الصعوبة الأولى هي وجود المؤتمر الوطني العام المنتهي الصلاحية الذي لا شرعية له والذي يجب أن يختفي من المشهد السياسي الليبي، ونحن كبرلمان سبق وأن اتخذنا قرارا بأنه لا حوار مع هذا المؤتمر بأي شكل من الأشكال. الصعوبة الثانية هو وجود الحوار في مدينة غدامس. مدينة غدامس ليست آمنة بالنسبة لنا، حتى مندوب غدامس مجلس النواب لا يزال يقاطع البرلمان ولم يأتي إليه حتى الآن، وبالتالي لا أعتقد أن البرلمان سيشارك في هذا الحوار في ظل هذه الظروف. نعم. طيب أنتقل الآن إلى السيد محمود إسماعيل. سيد إسماعيل، يعني اليوم وقد تجتمع الأطراف على طاولة الحوار، هل تعتقد أن هذه الجولة ستكون خطوة نحو الحل؟ لا شك أن الحوار كمبدأ والحوار كأساس والحوار كنتيجة يجب أن يكون ويجب أن يبدأ، ولكن من أين نبدأ حوار إذا كان أحد الأطراف رافضا لهذا الحوار، أو مبدأ الحوار إذا كان الحوار سيبدأ ما بين الأطراف؟ من هم الأطراف؟ فليحددوا الأطراف أولا، فليحددوا المبادئ والمبادرة متكاملة. هناك أكثر من مبادرة، وأعتقد جازما أنه إذا لم يتم تحديد الأطراف بدقة والاتفاق عليها لن يكون هناك بداية لحوار. ما ولد في جنيف أعتقد أنه قد ولد ميتا، والآن الانتقال إلى رحاب الوطن أعتقد أن الوطن فيه الكثير من الأماكن التي يمكن أن تكون مقبولة من جميع الأطراف، ولكن من هم الأطراف إذا كان لم يكن هناك اتفاق بشكل شفاف على من هم الأطراف ومن هم أعدادهم وكيف يتم هذا الحوار؟ يجب أن تكون هناك شفافية. بالمطلق هناك اتجاه واضح من بعثة الأمم المتحدة على توضيح الأمور أن الأطراف إلى الآن اختزل في قسمين وهم المؤتمر الوطني والبرلمان، ولكن الواقع العملي يعتقد أن هناك تغييب لشق فعلية وهو الفاعل على الأرض، ونتمنى أنه يكون هناك توضيح أكثر ووضوح أكثر، وأيضا يجب أن يعطى الوطن ما يستحق. هناك دماء تسيل وهناك وطن يمزق وهناك احتياجات بالشكل الفعلي. الاتجاه العام يجب أن يسود، ويجب على الجميع أن يحاولوا قدر الإمكان التنازل على الكثير والكثير مما لديهم في أذهانهم من أجل هذا الوطن، من أجل هذه الثورة، ومن أجل أن يكون هناك استقرار في هذا البلد. نعم. ومن أجل دستور يولد ومن أجل بلد يتطور. طيب أعود الآن إلى سيد معزب، يعني في وقت سابق كنت قد صرحت بأن لا اعتراض من قبل جانب المؤتمر الوطني عن مكان جلسات الحوار المرتقب، هل من مكان محدد يعني تم الوقع على اختياره لعقد جلسات الحوار في ليبيا؟ هو طبعا لما نحن يعني طرحنا أن نحن مستعدون لأي مكان في ليبيا، وطرح السيد ليون طرح إحدى المدن، فنحن وافقنا فورا يعني، وطلب منا عدم الإعلان عن ذلك لأسباب أمنية يعني حتى يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المكان الذي ستجرى فيه المفاوضات، ولذلك احتراما لهذا الأمر لن نفصح عن المكان. نعم. هذا ما حدث. طيب يعني مدى قبولكم على أي مكان في ليبيا، هل هذا يعني المبدأ لا زال المؤتمر الوطني يتمسك به؟ نعم نحن ما زلنا فيه يعني. هو طبعا بعثة الأمم المتحدة حددت عاملين مهمين، وهي طبعا بقياساتها وبتقديراتها، وتركنا الأمر لبعثة الأمم المتحدة. العامل الأول هو العامل الأمني، توفر الناحية الأمنية، والعامل الثاني هو أن يكون هذا المكان مجهز وملائم لعقد المفاوضات. طبعا لما تتوفر هذين العاملين فطبعا من الضرورة أن لا يوجد أي سبب يمنعنا من المشاركة، وبالتالي فنحن تركنا الأمر لبعثة الأمم المتحدة. حتى فيما يتعلق باستراتيجية تأمين المكان هو متروك لبعثة الأمم المتحدة؟ نعم نعم. طيب أعود الآن إذن إلى السيد أبو بكر بعيرة، من هي الأطراف التي أعلنت مشاركتها في مباحثات الحوار بحسب معلوماتك دكتور بعيرة؟
إن أمكن مجددا فقط يعني سيد بعيرة أن تستمع إلينا فقط من سماعة الهاتف، تفضل. هذه الأطراف هي نفس الأطراف التي اشتركت في الجولتين من المباحثات في جنيف، ما يسمي نفسه بالمؤتمر الوطني. طبعا لم يشارك في المراحل السابقة ولن نقبل بمشاركته في المرحلة اللاحقة باعتبار أنه لا شرعية له، هذا انتهى من زمان، ولا ندري لماذا يصر على التشبث بظهوره في المشهد السياسي الليبي. نحن لا نجلس معه ولن نعترف به، انتخب البرلمان وعلن النتائج وانتهى المؤتمر الوطني، وإذا به يخرج علينا من جديد يتمسكون بحكم المحكمة. أمس صدر حكم من إحدى المحاكم الليبية بإطلاق حكم المحكمة واعتباره معدوما لا أثر له، وبالتالي المؤتمر الوطني يجب أن يخرج عن المشهد السياسي ولن يكون هناك حوار طالما المؤتمر متشبث بهذا الموقف. نعم. طيب، فيما يتعلق بالمدينة التي ذكرتها مدينة غدامس، يعني هل تم طرحها من جديد على بعثة الأمم المتحدة حتى تحتضن جولة جديدة من الحوار؟ أنا لما إلى ما أسمعي بأن مدينة غدامس هي الاختيار، مدينة غدامس غير آمنة، منذ أشهر أتت طائرة إغاثة دولية إلى مطار غدامس، قامت ميليشيات فجر ليبيا بالقبض على طاقمها وأخذتهم إلى مكان مجهول. النواب المنتخب عن غدامس لا يزال يقاطع مجلس النواب ولا يريد أن يحضر إليه، فنحن نعتبر أن غدامس تقع تحت سيطرة ميليشيات معينة ولا يمكننا الذهاب إلى هناك لأن عنصر الأمن غير متوفر، ولا أعتقد أن بعثة الأمم المتحدة نفسها ستوافق على هذا المكان لأنه لا يتوفر فيه القدر الكافي من الأمن. نعم. طيب، فيما يتعلق فقط بالأطراف، يعني معك سيد بعيرة، هل سيكون هنالك بحسب معلوماتك أطراف عسكرية تجلس على طاولة الحوار لها علاقة بالعمليات العسكرية على الأرض سواء في شرق البلاد أو غربها؟ الحوار له أطراف متعددة وله مسارات متعددة، بدأت بالمسار السياسي. هل تسمعينني؟ نعم. ألو. نعم نحن في الاستماع، تفضل سيد بعيرة. نعم فبدأنا بالمسار السياسي ثم انعقد مسار البلديات والمحليات، وكان يفترض أن يتم هناك انعقاد للأطراف المسلحة الميليشيات وأطراف الجيش، لا أدري إلى أين وصل، كان يبدأ يوم الجمعة الماضية من أسبوع، ثم يزال هناك القبائل والقيادات السياسية، ولكن محاولة إدخال المؤتمر الوطني في هذه المعادلة سيدفعه إلى الوراء خطوات عديدة. ولكن يعني سيد بعيرة، يعني بعثة الأمم المتحدة هي من جانبها ترى بأن المؤتمر الوطني هو أحد أطراف الصراع على الساحة الليبية، يعني أحد أطراف الحوار، لابد له أن يجلس على الطاولة بحسب كلام البعثة. لا وجود شرعية له، المؤتمر الوطني انتهى بمجرد إعلان نتائج البرلمان، المؤتمر الوطني يتشبث ويختبئ وراء ميليشيات معينة أعلنت الانقلاب على الشرعية في ليبيا، المؤتمر الوطني لا شرعية له إطلاقا ولا منطقة في حضوره لهذه المباحثات ونحن لا نعترف به مطلقا. نعم. طيب، أبلغتم بعثة الأمم المتحدة بهذا الموقف؟ بكل تأكيد. نعم. طيب، أعود الآن إذن إلى السيد إسماعيل. سيد إسماعيل، يعني فيما يتعلق برفض الآن مثلا يعني أعضاء من مجلس النواب، يعني رفضهم حضور الطرف الآخر المؤتمر الوطني على طاولة الحوار، كيف تقيم هذه الطريقة في ردة الفعل؟ هل تعتقد بأنها يعني ستسمح بأن يكون هنالك بالفعل حوار على الأرض أم أن هذا شيء يعرقل مساعي الحوار من جديد؟ غريب هي الأمور، إذا كان بدأنا بالحوار بأن لا حوار وأن لا قبول للآخر، هذا حوار ولد ميتا، لا يمكن لحوار إلا أن يقبل الآخر، إذا كان أحدهما أطراف ظل الآخر. وبداية نقول بأن المؤتمر الوطني يرافض للبرلمان باعتبار أنه قد حل بحكم البيان لحكم المحكمة في رقم 17 في الدائرة الدستورية، وأيضا البرلمان رافض للمؤتمر الوطني باعتبار أنه أنهى بعد الانتخابات، هذا أمر غريب ولا أعتقد أن هذا يمكن
ينتج للشعب الليبي، ولا أعتقد أنه ينتج مبدأ للحوار، ولا أعتقد أنه سيكون خطوة للأمام في إطار الحوار. أيضا غياب أطراف رئيسية، لا شك بأن الموضوع الحوار ليس سهلا، وليست كلمة الرنانة تقال، وإنما هي نوع من الأفعال والالتزامات التي تأتي ما بين الأطراف المتعددة. هل تستطيع فعلا أن تتجه نحو الحوار، أو محاولة قدر الإمكان لإذكاء بطريقة أو بأخرى كلمات لا معنى لها؟ نحن نتكلم على واقع ليبي ممزق، ونتكلم على أشكاليات تمس المواطن بالمطلق وتمس الآن. نحن نتكلم على إشكالية بالأدوية، وإشكالية بالغذاء، وإشكالية بالمواني، وإشكالية في القتل والتدمير، إشكالية بالمطلق. ما الذي طيب في ظل كل هذه الإشكاليات يعني سيد إسماعيل، كيف تتوقع سيكون لا يستطيعون سيد إسماعيل في ظل كل هذه الإشكاليات كيف تتوقع سيكون موقف بعثة الأمم المتحدة الآن؟ بعثة الأمم المتحدة لا شك أنها في وضع أكيد بكل تأكيد أنها بشكل بوضع صعب، ولكن مهما كان ومهما كان فالحوار ماضي بدون سيكون هناك حوار في ليبيا، ستكون هناك نتائج في ليبيا. أجزم بأنها هذه البدايات، ونجزم بأن البدايات التي وقعت في جنيف ليست بداية للحوار. معلوم أن من بداية قواعد الحوار أن من يعد الطاولة لا يجلس عليها، ومن يجلس على الطاولة لا يعدها، وهي بداية الحوار. الحوار في جنيف لم يكن حوارا، وإنما كان بداية وإرهاصات للإعداد لمشروع حوار يكون مجتمعي، يكون مجتمع موسع، يكون هناك أجسام متنافسة، وهناك أجسام تريد تقاسم السلطة. ثم لا ندري أيضا من المؤتمر الوطني في بياته التي وردت والتي على رأسها السيد حميدان، والذي أدلى بأنه أول ما يتم نقاشه ما يتعلق بحكومة أو بحكومة توافقية، ما هي الحكومة التوافقية التي إذا كان هناك خلل في ما يتعلق أو نزاع فيما بين الجسمين التشريعيين، من هو الذي سيستطيع أن يحدد رئيس الحكومة، أو من هو الذي سيقول أن هذا رئيس الحكومة؟ هل يحدده مجلس النواب أم المؤتمر الوطني؟ هناك خلط بالمطلق، وهناك هروب من الواقع، وهناك عدم قدرة على التأصيل وعلى الوضوح وعدم وجود شفافية. لا شك أن الموضوع صعب، ولكن ليست الصعوبة في المكان، وإنما ما بداية تأتي في الأطراف، ثم ما هي المبادرة بالكامل. طيب أعود الآن إذن إلى السيد معزب، هل قدمت لكم بعثة الأمم المتحدة أي مقترحات بخصوص حل الأزمة في ليبيا اليوم؟ هو طبعا كان الطرح السيد ليون من البداية أن يعتقد تعبيرا عن بعثة الأمم المتحدة أن الحل يبدأ ب تشكيل حكومة توافقية تشترك فيها كل الأطراف. نحن طرحنا من جانبنا أن الحل يجب أن يكون شامل وكامل، بدءا من التنازع اللي وارد الآن واللي هو حاصل بين السلطة التشريعية. وبالتالي نحن طرحنا أن يجب أن يلتقي الجسمين التشريعيين اللي بينهم نزاع على السلطة. واقترحنا أيضا أن يكون 4 مقابل 4، وطرح علينا الأسماء 4 اللي رشحت من البرلمان، وطبعا نحن زودناها بالأسماء 4 اللي هي اختيرت من المؤتمر. ويعني قناعة منا أن عند حصول اللقاء المباشر بين الجسمين التشريعيين يبدأون في وضع جدول أعمال بحيث توضع كل المواضيع على طاولة المفاوضات. حقيقة نحن لا نحبذ البدء بمسألة الحكومة، وقناعتنا أن نحن يجب أن نبدأ بحل التنازع اللي هو موجود، ثم بعد ذلك ننتقل إلى بقية الأمور واللي هي تنتهي بتشكيل حكومة توافقية. طيب، وأنت تطرقت إلى يعني مقترح تشكيل الحكومة، أنتقل الآن إلى سيد بعيرة، يعني ما مدى جدية إن تمكن أو إن وقعت تنفيذ جلسات الحوار وشاركتم فيها، ما مدى جدية تنفيذ مقترح تشكيل حكومة وفاق وطني في هذه الجلسات؟ نحن كما ذكرت لحضرتك هناك أطراف لا نعترف بها، وإذا دخلت الحوار وبالذات المكان هناك أماكن غير آمنة بالنسبة لنا، ولا نذهب إليها مهما كانت المبررات. لا سيد بعيرة، فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوفاق فقط، ليس المكان، فيما يتعلق بمقترح تشكيل الحكومة. نعم،
فيما يتعلق بمقترح تشكيل الحكومة فقط، ليس المكان، يعني ما جدية تنفيذ مثل هذا المقترح في الجلسات القادمة؟ بدأنا في جنيف وحطينا بعض المواصفات العامة لتشكيل الحكومة، ولا أعتقد أنه سيكون هناك صعوبة كبيرة في عملية تشكيل الحكومة، أن الأمر يعني وصلنا فيه إلى مراحل متقدمة ولم يبقى إلا طرح الأسماء، ولكن المكان، دخول المكان بهذا الشكل يعني أن هناك وضعا غير آمن، وبالتالي لا يمكن للمفاوضات أن تستمر في ظل هذا الوضع غير الآمن. نعم. طيب، فيما يتعلق بالأسماء، قلت أنت أنه يعني كانت هنالك خطوات أولى فيما يتعلق بتشكيل الحكومة أثناء مباحثات جنيف، هل لديكم أسماء معينة اقترحتموها أو تقترحونها في تشكيل الحكومة القادمة؟ لا، احنا وضعنا مواصفات عامة، لم ندخل في طرح الأسماء، ولكن وضعنا مواصفات عامة، من ضمن هذه المواصفات أن يكون شخص وطني قادر على القيادة، غير جدلي، لا ينتمي إلى حزب سياسي بشكل واضح، لا ينتمي إلى الميليشيات، يستطيع أن يخرج البلاد من أزمتها. وضعنا الشروط العامة ولكن لم ندخل في طرح الأسماء، وندخل إليه إذا انعقدت جلسة قادمة، ولكن أرى بعض الصعوبات في سبيل عقد هذه الجلسة. نعم. طيب، أعود إذا إلى سيد إسماعيل، في ظل ما أدلى به السيد بعيرة، يعني كيف تتوقع مستقبل الجلسات الحوار القادمة داخل ليبيا؟ أني أجزم بأن هذه الجلسات ستبدأ وستستمر، ولكن ما هي النتيجة؟ لن تصل، أعتقد جازما بأن وصولها إلى نتيجة بالشكل السريع لن يكون سهلا. ربما مرت الآن أكثر من 3 سنوات باليمن، ربما مرت في غيرها أشهر وأشهر طوال، لا يمكن أن نقول بأن هناك ستكون أو ستحدد نتائج بالمطلق بالشكل السريع. ما يجب أن يصار إليه في أن كيف نتكلم على حوار، ونتكلم أيضا على إمكانية لتشكيل حكومة، ثم لم يحدد الجسم التشريعي من الذي سيعتمدها، ومن الذي سيسمي رئيسها، وما كيف يكون، ثم إن هناك تغييب على الواقع، هناك فرق ما بين فاعلية موجودة على الأرض وشرعية تطلب الأمور في السماء، لا يمكن أن يكون هذا أمر حقيقي وعلى الأرض لن يتحقق. أنا أجزم واقعيا وعمليا بأن هذه ربما تكون إرهاصات أو عبارة عن ترقية في سقف المطالب، ولكن الواقع العملي والذي هو موجود على أرض الواقع والذي تتجه إليه الجميع الأطراف في أن يقوم بعلاجه هو النزاع بالمطلق ما بين شقين تشريعيين، وبين جسمين تنفيذيين، وبين موجودون على الأرض غيبوا، وبين واقع بعضهم يصفهم بأنهم جدليون أو بعضهم يصفهم بأنهم ميليشيات، شئنا ما بينهم الموجودون على الأرض هم من قاموا بثورة، وهم من حموها، وهم من انتصروا فيها. طيب، هم الذين حموا وضحت الفكرة سيد إسماعيل، ويجب أن يكون هناك بالصيرورة. وضحت الفكرة سيد إسماعيل، أعود إلى سيد معزب، هل أنتم متفائلون بأن الجولة القادمة ستفضي إلى نتائج إيجابية؟ نحن متفائلون، وطبعا نستشعر الوضع اللي فيه بلادنا من حرب ودمار، ويعني البلد مقبلة على انهيار اقتصادي نتيجة أن الموارد المالية محدودة جدا، وبالتالي لابد أن نستشعر المسؤولية كلنا كليبيون، ونترك الخطاب المتشنج، ونحاول أن نقترب من بعض، ونضع كل الأمور على طاولة المفاوضات بفاعلية وبإيجابية بالغة، وسنصل إن شاء الله إلى حلول في مصلحة بلدنا وفي مصلحة شعبنا إن شاء الله. طيب، يعني برأيك سيد بعيرة، هل هناك من مؤشرات تلوح في الأفق أو تبشر بنجاح هذه الجولة وتوصل إلى حل قد ينهي الأزمة السياسية والأمنية في البلاد؟ نعم سيد بعيرة، هل أنت في الصدق؟ إذا وجدت نوايا صادقة سنصل إلى حل، ولكن أول بيان صدق هذه النوايا هو أن ينسحب هذا المؤتمر. أنا لا أدري كيف يتحدثون وبأي منطق يأتون، وهم عارفين أن مدتهم انتهت، يعني كيف خرجوا على المشهد السياسي من جديد؟ إذا صدقت النوايا يخرج هذا المؤتمر من المشهد السياسي، ويترك الليبيين مجلس النواب الذي انتخب بشكل شرعي، والأطراف الأخرى التي اختارتها الأمم المتحدة للحوار. طيب، ختاما يعني فقط معك سيد بعيرة، هل لديكم أي استعداد لتقديم تنازلات لحل الأزمة التي تعانيها ليبيا اليوم؟ التنازلات لا يمكن، يعني كيف نتنازل نجيب واحد ملش شرعية وينصب نفسه بأنه شرعي وموجود؟
ما نوع التنازلات التي تتوقعونها في مثل هذا الأمر؟ طيب وضحت الفكرة، أشكركم جزيلا، نصل إلى ختام هذا الملف. شكرا لك عضو لجنة الحوار بالمؤتمر الوطني العام سيد محمد معزب، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، والنائب عن مدينة بنغازي أبو بكر بعيرا كنت معنا عبر الهاتف من مدينة طبرق. شكرا لكما. الباحث القانوني والسياسي محمود إسماعيل، فلتتفضل بالبقاء معنا. لم يعد الانفلات الأمني مقتصرا على منطقة أو مدينة بعينها، بل أضحى عنوانا عريضا يشمل جل ربوع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. فما هي أسباب توسع دائرة العنف في البلاد؟ وما هي الخيارات الممكنة لضبط الوضع الأمني؟ لمناقشة هذا المحور نستضيف عبر الهاتف من طرابلس الخبير الاستراتيجي السيد محمد النعاس، وعبر الأقمار الصناعية من طرابلس المحلل السياسي أو الباحث القانوني والسياسي السيد محمود إسماعيل. قبل الانطلاق في النقاش نتابع هذا التقرير. تتسع رقعة التوترات الأمنية يوما بعد آخر، وأصبح طلب إعادة الأمن إلى البلاد هاجسا محليا ودوليا. مدينة طرابلس التي عاشت في الأسبوعين الماضيين على وقع 3 هجمات مسلحة ما زالت إلى اليوم تسجل فيها حوادث أمنية، فقد تم استهداف نقطة حراسة دائمة للكتيبة 108 ومكتب المجد للبحث الجنائي، وانفجار سيارة مفخخة في حي الأندلس. وفي جنوب العجلات قتل شخص وجرح 6 آخرون تابعون لقوات ما يعرف بفجر ليبيا في اشتباكات تتجدد من حين لآخر. إلى ذلك قتل حوالي 6 أشخاص وأصيب نحو 17 آخرين في صفوف قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لإبراهيم جدران إثر اشتباكات دارت الثلاثاء في محيط بن جواد، كما قتل 4 أشخاص من القوات التابعة لحرس المنشآت النفطية في محاولة لاقتحام حقل المبروك الواقع جنوب سرت. إلى المنطقة الشرقية التي تشهد توترا متواصلا منذ ما يزيد على 5 أشهر، فالاشتباكات متواصلة بين قوات مجلس شورى الثوار والقوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في أغلب مناطق بنغازي، لا سيما في محاور الجامعة والقرية والليث وجروثة. الجنوب ليس أفضل حالا عن باقي المناطق، فقد شهدت مدينة أوباري خلال الأسبوع الجاري تجدد الاشتباكات بين مسلحين من قبيلتي التبو والطوارق مع استمرار أوضاع النازحين كما هي. أوضاع أمنية متوترة في جل مناطق البلاد زادت من حدة الأزمة السياسية والإنسانية. إذا لمناقشة هذا الملف أبدأ معك سيد النعاس، ما توصيفك للوضع الأمني في عموم البلاد؟ الوضع الأمني في عموم البلاد هو وضع سيء بسبب استمرار القوات التابعة لحفتر وحكومة طبرق وبرلمان طبرق في نهج الأسلوب العنيف وهو القتل والتدمير. كما نعلم أن مدينة بنغازي البعض يصفها الآن بجروزني رقم 2، يعني دمرت أهم مرافقها وعلى رأسها الجامعة والميناء، وحتى لو وقفت الحرب فهذه تحتاج للمليارات لإصلاحها. يعني فهؤلاء يقتلون ويخربون ولكن ليس لديهم يعني اهداف يقبلها العقل، يعني هو عباره عن قتل وما ومضطرون يعني الثوار سواء في بنغازي او فاس مضطرون للدفاع عن اهلهم وانفسهم، معاظم هذه الحقيقه، يعني ما زال صراع مستمر. يعني طيب انتقل الان الى السيد اسماعيل، ما هي قراءتك سيد اسماعيل ل يعني مواقف من قبل الأطراف السياسية بشكل عام من الصراع العسكري الحاصل اليوم؟ لا شك بأن المشهد السياسي والمشهد الأمني في ليبيا ملبد بالمطلق، لا شك أن هناك إشكاليات، ولكن من الواقع وقراءة الواقع تفرض علينا هو تحليل للمشاهد الأحداث التي تحصل بالشكل اليومي. هناك عمليات يبدو أن هناك منهجية معدة مسبقا من أجل إخراجها على مشهد السياسة والناحية الأمنية في ليبيا. هناك تفجيرات وقعت وهناك قتل من سرت بحقل المبروك بكورونتيا، أيضا في بعض المناطق الأخرى بمدينة طرابلس، وهناك أيضا تهديد من قبل حكومة المجموعة طبرق وتحديد بالشكل المباشر، وأيضا ما يسمى بمجموعة الكرامة وهي مجموعات تمارس العمليات القتل أيضا والإرهاب. هناك اتجاه بالمطلق إلى القول بأن هناك إشكالية كبيرة وإشكالية كبيرة جدا في ليبيا من الناحية الأمنية، ولكن نبحث عن المستفيد. هناك اتجاه من هو المستفيد من هذه العمليات ومن هو المستفيد من هذه الجرائم. هناك أيضا محاولة
الآن وفور ما وقع عملية كورنتيا هناك اتجاه فوري باجتماع للبرلمان والدعوة إلى أن ليبيا ستريد أن تدخل مع المجموعات التي تقاتل داعش، وكأن القائمين بهذه العملية دواعش. أعتقد جازما بأن زيارة الأمم المتحدة وأمينها متمثلة في أمينها العام إلى طرابلس ونزولهم بمعتيقة ثم وجودهم بهذا الفندق ووجود البعثات الدبلوماسية هو إذان بأن الموجودون ليسوا دواعش وأن الموجودون على الأرض يجب أن يعترف بهم كموجودون مطالبون سياسيا، وأن هناك اتجاه إلى أن هناك اتجاه إلى أن لا تكون ليبيا مستقرة ولا طرابلس مستقرة ولا طرابلس آمنة. من أجل هذا يجب أن توجد بواعث الأمن، يجب أن يكون إعادة قراءة المشهد. نعم على الحكومة حاليا التزامات واقعية في أن توفر الأمن لكافة ربوع ليبيا، هناك إشكال وإشكال كبير جدا فيما يحصل، ويجب أن يكون هناك دعوة إلى محاربة كل هذه الظواهر. طيب أعود الآن إذن إلى السيد النعاس. استهداف المنشآت الحيوية، حوادث القتل والاختطاف، كل هذه الأحداث وانتقال أيضا العنف وحوادث الاعتداء في الأونة الأخيرة إلى العاصمة طرابلس، برأيك إلى أي نهاية ينساق المشهد الأمني في ليبيا سيد النعاس؟ بالنسبة للأحداث الأخيرة التي حصلت طرابلس هي التفجيرات هنا وهناك. طبعا في الأسبوع الماضي أعلن حفتر بكل صراحة أن لديه خلايا نائمة تقوم بهذه الأعمال. الرجل لا يخفي هويته، ولكن في الحقيقة أسباب ذلك أنه هو الهجوم الذي شن على منطقة غرب طرابلس، يعني على بالذات محور الموتية ميناء زوارة الذي يهدف إلى ميناء زوارة ومكماش ورأس جدير. وكان أكثر من مرة سيد الثاني أكثر من مرة يعلن بأن الجيش الليبي على أبواب طرابلس، وكانت لديهم خطة وفور إمكانيات ضخمة جدا وهجوم بالطيران، ولكن الثوار أفشلوا هذا الهجوم. لم يعود أمامهم إلا هذه التفجيرات، السيارات المفخخة، اغتيال الشخصيات، الاعتداء على شخص رئيس الحكومة في فندق كورنتيا، وهذه يعني ليست لديهم يعني قدرة على الهجوم على طرابلس واحتلالها، لأنه في الحقيقة هم حتى بنغازي ما استطاعوش يسيطروا على أي حي فيها لحد الآن، فما بالك بالعاصمة طرابلس. فبني المشهد مفتوح على هذا العنف، والمشكلة الأساسية التي قلناها سابقا عبر القناة جميع القنوات الفضائية التي خرجنا فيها، نحن لا نقاتل حفتر فقط، نحن نقاتل جنرال السيسي والنظام السعودي والنظام الإماراتي. هؤلاء هم الذين يعطونا الحاضنة ويمدونا بالمال والرجال والكفاءات العسكرية والاستخبارية، وهم يضربون بنوع ممثلة العرب، وهم الذين يضربون. لو توقفوا هم لا توقف حفتر بصورة أوتوماتيكية. طيب أعود الآن إذن إلى السيد إسماعيل. سيد إسماعيل، بحسب منظمات إنسانية وحقوقية فإن غياب المحاسبة والإفلات من العقاب يلقي بظلالة على استمرار الوضع الأمني كما هو عليه، يعني كيف تعلق على هذا الغياب للعقاب والإفلات من قبل الجهات المتورطة في عمليات الاختطاف والتفجير وغيرها؟ علينا أولا أن نحدد هذه الجهات، علينا أولا أن نوجه أصابع الاتهام للذين يحاولون التهجير والقتل والتدمير، من ينشرون الرعب والقتل، من هجروا مئات الآلاف من آلاف العائلات من مدينة بنغازي إلى مدن أخرى، من هجروا مدينة كيكلا بالكامل، من حاولوا قدر الإمكان العبث بأمن الوطن، من يحاولون قدر الإمكان إرسال رسائل وصريحة جدا أمام مشهد العالم في أن هناك طائرات مدنية سيتم استهدافها ومطارات استهدفت بالشكل الفعلي، هناك أيضا استهداف لسفارات واستهداف لفنادق، وهناك دعوة حتيتة من أجل تحريك خلايا نائمة كما ذكرنا زميلنا سابقا. نتمنى أن يفهم بأن هذا الوضع، ثم إن هناك دول من هدفها أن تقوم بتصدير إشكالياتها إلى الوسط الليبي. نحن نمر بمحيط حقيقة محيط صعب جدا، هناك كثير من المشاكل بمصر تريد تصديرها إلى الوسط الليبي، ويبدو أن إشكاليتها تكمن في أن
يكون لليبيا وسط غير آمن وغير مستقر سياسيا ولا اقتصاديا من أجل ابتزاز ومن أجل سرقة أموال الليبيين الموجودة هناك ومن أجل ألا يكون لليبيا استقرار. ولكن يعني سيد إسماعيل فيما يتعلق بعملية الإفلات من العقاب، فيما يتعلق بتوقف التحقيقات عند نقطة معينة، ألا تعتقد بأن هذا الشيء هو يعني يسهم في اتساع رقعة العنف أو في يعني أن تكون هنالك المزيد من المناطق في ليبيا هي غير آمنة؟ الإفلات من العقوبة لا شك أنه أمر فظيع، ولكن لا يكون هناك إفلات من العقوبة. إحنا عندما نتكلم عن أن بلد هناك الكثير من المحاكم وهناك الكثير من الإجراءات لم يتم تفعيلها بعد، نحن نتكلم على مناطق منكوبة أو شبه منكوبة، نحن نتكلم على إشكاليات كبيرة جدا سواء في جمع الاستدلالات الأولية أو معرفة الجاني والفاعل الأصلي، نحن نتكلم على جرائم بالمطلق، نحن نتكلم ليس فقط من الإفلات من العقوبة، نحن نتكلم على جاني يرتكب جهارا نهارا الكثير من الفظاعات، يقوم بقصف الصابري والليتي والسلماني وما إلى ذلك، ثم لا تجد حتى مجرد إدانة من المجتمع الدولي أو من المجتمع المحلي الذين يحاولون الدفاع على شرعية من ينتخبوهم. نعم هنالك إدانات وهنالك تقارير لمنظمات حقوقية يعني بالفعل وجهت أصابع الاتهام لأطراف معينة. أعود الآن إلى السيد النعاس، ما مصير العناصر التي تلقت أو لازالت تتلقى تدريبات عسكرية في الخارج؟ لماذا لم نعد نسمع عنها شيء؟ لماذا لم يعد هنالك وجود لها على الأرض؟ أي عناصر تقصدين؟ العناصر المجتمع الدولي في الفترات الانتقالية منذ أو عقب الثورة كانت هنالك تأكيدات مستمرة من قبله على تدريب العناصر، تزويدهم بالخبرة وفيما يتعلق بالجانب الفني، كان هنالك تخريج لعدد من الدفعات، يعني لماذا لم يعد هنالك أي معلومة عنهم الآن؟ أين أماكن تواجدهم؟ هل هم يعني منخرطين مع أحد أطراف النزاع أم ماذا تحديدا بحكم رؤيتك للمشهد؟ بحكم رؤيتي ومؤشرتي للأحداث وكذلك بحكم حتى مسؤوليتي في بعض المواقع، هذه تصرفات كانت غير مدروسة من قبل السيد زيدان، فهو أرسل كثير من المجموعات بصورة عشوائية للخارج دون وجود خطة لبناء لإعادة بناء الجيش. فنحن نعلم أن المؤسسة العسكرية في حالة انهيار كامل ومنظومة قيادة والسيطرة التابعة عليها مختفية بالكامل، فيجب أن تحدد رؤية وخطة لإعادة بناء الجيش، ولكن كل من بعثوا ليسوا ضمن خطة أو رؤية، فمنهم من استكمل دراسته ورجع إلى البلد ومكانه غير موجود، لأن ليس الخطة لا تحتوي، لأن الخطة أصلا مش موجودة، ومنهم من لم يستكمل دراسته ولكن في الحقيقة ذهب إلى نهاية واحدة وهي كل ما ليس له أساس وتخطيط ورؤية يكون مآله إلى الفشل. يعني هذه الحقيقة المؤسفة التي لا نستطيع نخفيها. يعني أنت تتطرقين لمهم موضوع مهم جدا وهو إعادة بناء الجيش، هذه مسألة سيئة. طيب أعود الآن إذن إلى السيد إسماعيل، برأيك كيف يمكن إعادة الاستقرار الأمني إلى البلاد؟ إعادة الاستقرار الأمني تبدأ في رسالة واضحة إلى كافة المسؤولين من الطرفين إلى اليمين ولا اليسار وإلى الوسط في أن ينتبهوا إلى ليبيا، وأن عليهم واجب الرعاية، وأن ينظروا أن هذا الواقع الذي أوصل ليبيا اليوم هو كان بسبب النزاع السياسي بالمطلق، ثم ثانيا أن هناك فاعلية على الأرض يجب أن تعطى حقها، هي من قامت بالثورة وهي من دافعت على هذه وهي من وضعت المبادئ ثم تركتهم وشأنهم في أن يديروا علبة السياسة، ولكن لم يفلحوا في الأولى وفشلوا في الثانية. هناك واقع عملي يجب أن ينطلق إليه الجميع في أنه يجب الحفاظ على ليبيا ويجب الحفاظ على ثورتها ولا مساومة على أيضا من أهدافها ولا على شهدائها. من يحاول العبث ومن يحاول وصف ثوار ليبيا بأنهم ميليشيات حقيقة هو خرج عن المألوف ولم يستطع استيعاب العملية التي انطلقت من وجود ثورة انطلقت من رحم الأرض. لا يمكن إلا أن تكون هناك ثورة. الحفاظ على الأمن الليبي يكون بأن يكون المجتمع
الدولي مساندا لهذا الشعب، أن يكون بالمساعدة في ليبيا في لملمة جراحها، يكون بالقبض على حفتر، يكون بالقبض على أولئك الذين يحاولون بت الدعر والفتن، والذين طيب يحاولون وضحت الفكرة الدعوة إلى أن تكون هناك وضحت تفجيرات. الفكرة الآن في عجالة أنتقل إلى سيد النعاس، برأيك ما المطلوب الآن لإعادة الأمن إلى ليبيا؟ المطلوب إما أن يتدخل المجتمع الدولي لإيقاف المهجة التي يراها بأم عيناه، يوقف الجسور الجوية التي تأتي عبر الإمارات مرورا بالعقبة مرورا بالقاهرة إلى طبرق، التي تحمل آلات الدمار والفساد في ليبيا، أو يستمر الكفاح كفاح الثوار الليبيين إلى آخر رجل. طيب وضحت الفكرة بهذا، إذن نصل إلى ختام هذا الملف معك المحلل العسكري السيد محمود النعاس أو محمد النعاس عفوا، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا لك. أما الباحث القانوني والسياسي السيد محمود إسماعيل فلتتفضل بالبقاء معنا. ستون متواصلة وفيها أيضا أطفالنا فلذات أكبادنا، مهرجان في مدينة الكفرة من أجل الطفولة والسلام. ما زالت الأزمة الإنسانية في بنغازي مستمرة، فيما تؤكد الإحصائيات المحلية والدولية ارتفاع أعداد القتلى والجرحى والنازحين منذ أكتوبر الماضي. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من جنيف نائب رئيس مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان السيد أحمد القصير، وعبر الهاتف من مصراتة المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي السيد محمد المصراتي، وعبر الأقمار الصناعية من جديد من طرابلس أعود وأرحب بالباحث القانوني والسياسي محمود إسماعيل. أهلا بكم جميعا. قبل أن نبدأ في مناقشة هذا المحور نستمع إلى هذا التقرير. سجلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 700 قتيل في بنغازي منذ أكتوبر الماضي، إضافة إلى آلاف الجرحى نتيجة الصراع المسلح بين قوات شورى الثوار وقوات ما يعرف بعملية الكرامة. ورصدت المفوضية أيضا نزوح 15,000 عائلة خارج المدينة، أي ما يعادل 90,000 شخص. إلى ذلك أكدت إحصائيات مركز بنغازي الطبي سقوط حوالي 750 قتيلا في بنغازي منذ منتصف أكتوبر الماضي، بينهم 140 قتيلا من قوات مجلس شورى الثوار و400 قتيل من قوات لواء المتقاعد خليفة حفتر، ناهيك عن النساء والأطفال والمسنين والأجانب الذين كانوا ضحايا للقذائف والرصاص العشوائي. هذا واستقبلت مدينة جدابيا الأسبوع الجاري نحو 30 عائلة نازحة من مناطق الليثي وبهديم التي تشهد اشتباكات عنيفة، وهو ما يجعل عدد العائلات النازحة من بنغازي في جدابيا لوحدها حوالي 2000 عائلة. على صعيد آخر تستمر معاناة المستشفيات من نقص الأدوية والانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي نتيجة الاشتباكات، وهو ما يعرض حياة المرضى للخطر. في سياق متصل شكلت وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ الوطني لجنة أزمة للمنطقة الشرقية تختص بتسلم الأدوية والمستلزمات الطبية من جهاز الإمداد الطبي وتوزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة. أبدأ معك سيد القصير، كيف تصف مؤسستكم الوضع الإنساني في بنغازي بعد مضي ما يزيد عن 8 أشهر من القصف والاحتراب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الوضع مأساوي جدا من على عدة محاور. أخطرنا الآن هو الوضع الصحي اللي هو تدهور الخدمات الصحية في مدينة بنغازي. من أصل 8 مستشفيات 5 مغلقة و3 منهم تشتغل، يعني بأحد الرئيسي فيهن وهو مركز بنغازي الطبي يعاني من نقص شديد في المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والأدوية. هناك يعني خلاف الخمس مستشفيات المغلقة وهي مستشفى الجمهورية، مستشفى 7 أكتوبر، مستشفى الهواري، مستشفى العيون،
والمستشفى النفسية هذه مغلقة، هناك 3 مراكز حيوية كذلك حتى هي مغلقة منذ شهر أكتوبر، وهي مركز الكلى ومركز السكر ومركز أمراض القلب، هذه مغلقة منذ أكتوبر الماضي. مركز بنغازي الطبي حذر الأسبوع الماضي أنه على وشك الإغلاق، ولذلك نحن طالبنا من أسبوعين، طالبنا في بيان بضرورة فتح ممرات آمنة لوصول المعدات والمستلزمات الطبية لهذه المستشفيات، لأجل يعني الحفاظ على قدر يعني بعض القدر من الخدمات الطبية. إذا توقف مركز بنغازي الطبي فحتكون كارثة في بنغازي. طيب. هذا على الصعيد الصحي. على الصعيد الأمني طبعا ما لا نتحدث عنه، يعني الرقم الذكرات المفوضين أو 15,000، أنا أظن أن حسب الهيئة الوطنية للإغاثة في شهر ديسمبر، مطلع شهر ديسمبر، كان عدد الأسر النازحة من مدينة بنغازي 17,000 أسرة، 17,200 أسرة. هذه بالنسبة للنزوح. بالنسبة للمسألة الأخرى الخطيرة في مدينة بنغازي، وهي عملية استباحة القتل، يعني أنا خلاف الضحايا اللي يسقط من الطرفين في خلال المواجهات العسكرية، هناك خطف وقتل كأنما في سياسة ممنهجة للتصفية، يعني عدد كبير. نحن رصدنا أكثر من 28 حالة من الشباب من مدينة بنغازي، رجال يتم خطف من مدينة بنغازي وينتهوا ينجدون في 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 شوارع في شارع معين في مدينة المرج. طيب يعني سنتطرق إلى هذه التفاصيل في بقية هذا المحور سيد الكسير. أنتقل الآن فقط إلى سيد المصراتي. من مظاهر يعني ما هي مظاهر الأزمة الإنسانية في بنغازي بحسب ما ترونه وتلمسونه من واقع الأزمة؟ طبعا الأزمة متعددة الجوانب التي ما يحدث الآن في مدينة بنغازي، فبالإضافة أن هناك أحياء كاملة من المدينة أصبحت خالية من السكان بسبب حالات النزوح، أيضا مع نقص الحاد في الإمدادات الطبية، أيضا نقص الوقود والكهرباء، وهذا لها تداعيات أخرى في موضوع الإنساني، وأيضا استهداف المساكن والمباني المدنية والتي تأتي بنتائج عديدة جدا، منها أضرار لهؤلاء المدنيين، نزوح، احتياج لمنازل مأوي لهؤلاء النازحين، أيضا احتياجهم إلى مواد غذائية، احتياجهم إلى مساعدات صحية، احتياجهم أيضا لموضوع دعم نفسي، وهو يعني من الأشياء التي طالت من أمد هذه الحرب، جعلت من العبء الذي تتحمله جمعية الأحمر يزداد يوما بعد آخر، وخصوصا أن هذه الأحداث استمرت لأشهر طويلة، والمتطوعون في جمعية الأحمر يقومون بدورهم يوميا، وهم صراحة يتلقون العبء الكبير، ولكن مع تواصل هذه الأحداث وهذه التداعيات أصبح هناك أداء كبير عن جمعية الرحمة، والتي من خلالكم نفتح الباب للجميع للتعاون لتخفيف من المعاناة الإنسانية نتيجة تلك الأحداث في بنغازي. طيب أنتقل الآن إلى سيد إسماعيل. مدينة بنغازي تعاني اليوم من أزمة إنسانية حادة، وعام 2014 كان الأكثر دموية بحسب وصف منظمات حقوقية دولية. فيما تتجسد مظاهر الأزمة الإنسانية برأيك؟ أعتقد أن جميع مظاهر وجميع أنواع المظاهر الأزمة الفعلية بمدينة بنغازي جسدت بمدينة بنغازي. مدينة بنغازي أصبحت وكأنها مدينة أشباح. نحن نتكلم على ساسة يريدون إحداث التغيير وأن ينتقل المجتمع إلى الأفضل، ونتكلم على قتل وتشريد وترويع وقصف بالطيران والمدفعية، نتكلم على كرامة يريدون جرعة أو تجريعها لهؤلاء الشباب، نتكلم على حرب للأفكار، نتكلم على قتل، نتكلم على تهجير، نتكلم على
عائلات هجرت من مناطقها، نتكلم على أطفال حرموا من مدارسهم، نتكلم على مستشفيات أغلقت، نتكلم على عيادات وصيدليات، نتكلم على من فقدوا أعمالهم ومن فقدوا دويهم وممتلكاتهم، نتكلم على حرق، نتكلم حقيقة. ويجب هنا أن ننتبه إلى واقع ما يسمى أو ما يطلق عليه القانون الإنساني أو القانون الدولي الإنساني، وهو قانون مختص وهو يختلف كثيرا على ما يتعلق بقانون حقوق الإنسان، لأن القانون الإنساني والذي يرجع في أساسه إلى اتفاقيات جنيف الأربع وإلى ما تم في سنة 1977 فيما بعد من بروتوكولات، إلا أنه ما يجب أن يقال نحن أين نحن الآن من هذه الأزمة ومن هذه المأساة. نحن نتكلم على مأساة بالمطلق افتعلها في المنطقة الشرقية فعل حفتر، وهي مجموعة يدرك الجميع أنها عبارة عن جزء من الثورة المضادة التي يريد تصديرها. طيب إلى مدينة بنغازي. برأيك يعني من المسؤول عن هذه المعاناة التي تعيشها مدينة بنغازي؟ من أشعل نار الفتنة ومن أشعل نار الحرب هو حقيقة ما يسمى بمجموعة الكرامة وعلى رأسها حفتر. يجب أن توجه أصابع الاتهام جهارا نهارا بأن هذه العملية التي يراد بها فقط الاتجاه إلى أن تدمر ليبيا، إلى أن تدمر مدينة بنغازي. طيب أعود الآن إذن إلى سيد القصير. تشرع الأفكار أعود ليس الآن. هناك نتيجة انتهادة إلا مزيد من وضحت الفكرة. أعود الآن إلى سيد القصير. وفق ما ترصده مؤسسة التضامن، من المسؤول عن تفاقم الأزمة الإنسانية في بنغازي سيد القصير؟ والله المسؤول هو بالدرجة الأولى هم من شن العدوان على مدينة بنغازي بحجة الحرب على الإرهاب. الممارسات واضحة على الأرض أن هي ممارسات إرهابية، يعني استهداف المدنيين، استهداف المناطق المدنية، هذه من جرائم الحرب. طيب ولكن المؤسسات الحقوقية يعني الدولية أصبحت أخيرا في تقاريرها تشير بإصبع الاتهام لأكثر من طرف، هل يجدر بنا أن نوجه إصبع الاتهام إلى طرف واحد فقط؟ شوفي يعني من تسبب في هذه المشكلة، يعني أنا لما نجد مثلا خلينا نكون واقعيين، لما نجد المناطق اللي هي الآن قاعدة تحت الحصار وتحت القصف، الناس اللي قاعدة فيها تحارب رأي الناس هذه أصحاب أو سكان هذه المناطق، هذه الأحياء يحاولون الدفاع عن مناطقهم. يعني هل نضع الجاني والضحية في نفس على نفس الميزان؟ هل نضع البادر بالهجوم والمدافع في نفس القفص الاتهام، نحمل الاثنين المسؤولية؟ طيب ما مدى مسؤولية مؤسساتكم اتجاه إزاء يعني ما يقع في مدينة بنغازي؟ ولكن الدمار اللي موجود في مدينة بنغازي الآن مسؤول عليه بطرح بكل تأكيد، مسؤول عليه بالدرجة الأولى ويتحمل مسؤوليته هو من قام بالهجوم على هذه المدينة. طيب ماذا عن مسؤولية مؤسساتكم سيد القصير؟ كنت في الاستماع، ما هي مسؤوليتكم إزاء ما يقع الآن في مدينة بنغازي؟ مسؤوليتنا نحن. نعم. بما تتجسد مسؤوليتكم اليوم؟ نرصد هذه الجرائم ونقوم بإصدار تقاريرنا وإيصالها لكل الجهات. أوصلنا هذه الأمور في الأمم المتحدة هناك في نيويورك، أوصلناها للمحكمة الجنائية الدولية، رصدنا تقرير طويل جدا بالفيديوهات بالصوت والصورة بالمستندات. هذا عملنا نقوم بها، نحن نقوم بهذا الأمر ونحرر. طيب. وندعو الناس إلى ضرورة توثيق هذه الجرائم التي تقع. إذن بهذه الفكرة نصل إلى ختام هذا الملف. أشكر ضيوفنا عبر سكايب من جنيف نائب رئيس مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان السيد أحمد القصير، وعبر الهاتف كان معنا من مصراتة المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي محمد المصراتي، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الباحث القانوني والسياسي محمود إسماعيل. أشكركم جميعا. نظمت جمعية شهداء الكفرة بتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني مهرجانا للأطفال تحت شعار أطفالنا فلذات أكبادنا، يهدف إلى تغيير الأجواء التي فرضتها الأحداث في ليبيا في عدة مناطق. وقال رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عبد الله كريم لقناة ليبيا لكل الأحرار إن المهرجان شهد عددا من المناشط وجاب مناطق مختلفة في المدينة وسط حضور جيد وترحيب كبير من المواطنين.
أضاف كريم أن الهدف الأساسي من هذا المهرجان هو توجيه رسالة تدعو إلى السلام والالتفات إلى الأطفال الذين يعانون ويلات الحرب. للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من مدينة الكفرة رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان أطفالنا فلذات أكبادنا عبد الله كريم. سيد الكريم، يعني سيد عبد الكريم، ما هي المناشط التي يقوم بها المهرجان تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية نحييكم ونحيي قناتكم، قناة ليبيا كل الأحرار، هذه القناة الوحيدة التي تواصلت معنا ونقلت هذا الخبر. نسأل الله لنا التوفيق. طبعا نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها دولتنا الحبيبة ليبيا من حروب وتدمير وحرق وتشريد، قررت مؤسسة المجتمع المدني توصيل رسالة ثانية. فكان اجتماع لعدة مؤسسات المجتمع المدني من أجل وضع بصمة في شفتات أطفالنا. وطبعا سمي المهرجان باسم بصمة طفل، وتحت شعار أطفالنا فلذات أكبادنا. والحمد لله كان المهرجان لمدة أسبوع موزع على أحياء مدينة الكفرة. يبدأ المهرجان من الساعة 9 صباحا ويستمر حتى الساعة 6 مساء. وتخلل هذا المهرجان عدة فقرات، هي ألعاب شعبية، مسابقات ثقافية، مسابقات الرسم، وكذلك فقرة لاختيار المواهب. وتخلل هذا المهرجان طبعا وجبة للإفطار ووجبة للغداء. حقق هذا المهرجان يعني النجاح منقطع النظير، حيث كان الحضور في اليوم الأول حوالي 700 طفل، والعدد كل يوم في تزايد الحمد لله رب العالمين. طيب، يعني بعد ختام هذا المهرجان هل كان هنالك أي مؤشرات لربما تفاعل أو عقد اتفاقيات مع منظمات محلية أو دولية في التنسيق لمهرجانات أخرى تعنى بالأطفال؟ طبعا الشباب بارك الله فيهم قاموا حصر، طبعا نحن لما نتجه لأي منطقة في منطقة الكفرة نقوم بتوزيع أرقام. فالشباب أخبروني بأن عدد الأطفال اللي حضروا المهرجان من أول يوم لحد آخر يوم حوالي 3700 طفل. يعني الحمد لله أن استطعنا في أيام قليلة وممكنات بسيطة أن نحقق هذا الإنجاز. بما أن هذا المهرجان حقق نجاح كبير، تقررت مؤسسة المجتمع المدني بأن يكون مهرجان بإذن الله في الأيام القليلة في مخيمات النازحين في مدينة إجداني بإذن الله. طيب، أشكرك جزيلا رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان أطفالنا فلذات أكبادنا عبد الله كريم، شكرا جزيلا لك. بهذا الموضوع مشاهدينا نصل إلى ختام 60 لهذا الأسبوع، ونذكركم بأهم ما جاء فيها من عناوين. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تؤكد وجود بوادر طيبة للتقدم نحو حوار فعلي خلال أيام. اتساع رقعة التوترات الأمنية وإعادة بسط الأمن في البلاد أصبح هاجسا محليا ودوليا. استمرار الأزمة الإنسانية في بنغازي والإحصائيات المحلية والدولية تؤكد ارتفاع عدد القتلى والجرحى والنازحين منذ أكتوبر الماضي. نلقاكم نهاية الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي أنا علا عبد العظيم، دمتم في أمان الله.